السلام عليكم. عليكم السلام خويا، اشنو المشكل عندكم انتما كسكينة ديال حنا مقصين من برنامج إعادة الإيواء في مدينة زناشة الجديدة اللي مكلفة به الشركة هيئة زناشة. انا مجوج في 2013، عندي وليد. الاخ ديالي مجوج في 2012، عنده وليدات ديالو، كاين الام ديالي وخويا الصغير في عمره 26 عام. كنا داروا معنا عدة لقاءات، عدة حوارات داروا بيناتنا، بيننا وبين المسؤولين ديال الشركة وبين السلطة، وكانت حلول كيقولوا على حساب، كيقولوا ما حلول تحفيزية، غير باش نوضح للرأي العام شنو هي الحلول التحفيزية. كالحالة ديالي مثلا، أنا مجوج 2013، مجوج بولادي، الأخ ديالي مجوج 2012 توا بوليداته، وكاينة الوالدة ديالي والأخ ديالي الصغير في عمره 26 عام. الو، هنا جمعونا كاملين وعطاونا نصف بقعه. هاد الناس عطاونا نصف بقعه. بالله عليك نصف بقعه. واش غادي تهز ثلاثه الاسر
ومؤخرا كانوا صيفطوا لنا واحد الاعذار موقع من طرف ساعات القيد باننا اللجنات تجمعت معكم النوبه الاولى النوبه الثانيه النوبه الثالثه وما توصل ما عطيتوا ما كاينش شي حل وقدمنا لكم حلول تحفيزيه. هاد الحلول التحفيزيه اللي قلتها لكم انا دابا عطاونا نصف بقعه تجاريه بغاونا نمشيو فيها ثلاث الاسر مع العلم ان كل واحد عنده وليد زوج. دابا غير كون معايا بالعقل بالمنطق. هاد نصف بقعه تجاريه كاين فيها ثلاث الاسر فصلها نتايا فصلها ليا دابا نتايا فين الاخ ديالي ووليداتو فين عايسكون يشد بيت انا عنشد بيت امي وخويا يشدوا بيت غادي نعسوا فيه بجوج راه ما جاتش راه المنطق ما كيقبلهاش وصيفطوا لنا هذا الاعذار وقال لك خلال 10 ايام ما جيتش رديتي علينا غادي نتاخذوا معك اجراءات اخرى. شنو هما الاجراءات الاخرى ديال المحكمه؟ وسيدنا عطيني حقي سيدنا تيقول لك اللي عنده الحاله المدنيه عنده الحق في الاستفادة. هادشي صوتنا عليه في الدستور بأن اللي عنده الحالة المدنية عنده الحق في الاستفادة. أنا مجوج 2013، الأخ ديالي مجوج 2012، الوالدة ديالي الأخ ديالي عنده 60 سنة جمعونا في نص تجارية. قالوا لك حقة تجارية باش أنك تزعم وتمشي، فين غادي نمشي أنا ما عنديش باش نبني. هاد الشريك هذا اللي غيدخل نص بقعة وزيد معاك وحدة أخرى، هاد الشريك هذا اللي غادي يبني لي أنا، غادي يدي المكازا. ياك غادي دير المكازا يدي لك بارطما غتبقى السيده اللي عاد تدخل معنا في 50% الاخرى عادي حتى هي بارطما دونك غتبقى لنا غير بارطما انا ثلاث الاسر بارطما اولا جوج كاع نديرو حنا نمشيو بعيد جوج بارطمات ثلاث الاسر غدا لا كانت انا مع امي خو الاخ ديالي عنده 26 سنه خاطب حاليا خاطب راه حابسينو على الزواج على هذا المشكل هذا خاطب دابا بالله عليك انا نسكن مع امي ماشي مشكل غدا وبعد غدا يتزوج خويا فين غادي نمشي انا فلهذا انا كناشد جلاله الملك سيدنا كناشد جلاله الملك باش يدير التدخل ديالو العاجل وكنا كناشد عامل صاحب جلاله عامل عماله المحمديه باش يتدخل الا كان ما شافش هذا الاعذار هذا هاد الناس هادو راه جاوا قالوا لك موت بحال قالوا لك موت انا راه تزاديت هنا انا جدي زيد في 1909 زيد هنايا يعني كنقول لك زناتي ابا عن جد وهاد الناس بغاو خداو لي حقي خداو لي الهويه ديالي وبغاو يصيفطوني بغاو يلوحوني على برا انا حاليا انا ما هذاك الاعذار راه كيخليني انا بلا نعاس راه تسبب واحد الاحتقان اجتماعي كبير هنا في وسط القصق ديال الساكنه بنادم ما كيبقى بلا نعاس اصاحبي بنادم خدام وكيبقى بلا نعاس كيمشي للخدمه لي زاكسيون طرافي راه بزاف ديال الحوايج يوقعوا بنادم كيبقى بلا نعاس اصاحبي عندك 10 ايام الجمعه السبت غتكمل المهله جابونا الخميس اللي فات السبت غتكمل المهله لهذا كنطالبوا بالتدخل العاجل العامل عماله المحمديه العامل ديال صاحب الجلاله يدير التدخل ديالو العاجل الناس ثلاث الاسر في نصف بقعه تجاريه غير المنطقه ما يقبلهاش المنطقه وشكرا شكرا كاين شي حد اخر ممكن يتكلم السلام عليكم سلام لا هذه هي شنو المشكل عندكم السلام عليكم بعدا الله يحفظكم عاش الملك والله يحفظكم انتم وسيدنا المشكل اللي عندي انا ساكنه من 2008 ودايره مو حيلي انا وولدي مشى مع الحراقه ما عرفتينا دولة شاده انا راني باقا في المو حيل كنضل ندور ونضل نخدم ولا المهم نروح للمو حيلي دوك اللي ورايا رجبوا لي قدامي رجبوا لي حدايا رجبوا انا قالوا لي تخوي ما عرف ديك تخوي علاش جابوا لي السيدعه ديك الاربعه مشيت عندهم قال لك الاربعه الجايه جي غدا راني غدا طالعه نتقابل ما عرفت ماش غادي يقولوا لي قال لك فرغي ما عرف ديك فرغي علاش وانا راني ما فرغ على اليوم الغدا راني باركه في بريريكتي نضل ندور نروح ليها الا رجبوا عليا غادي يدفنوني ويدوا البقيع راني ما نخويش بعت فيها العروض بعت فيها النعاج بعت البقيع اللي عندي وجيت سكنت هنايا دوكا قال لك المهم تخوي علاش هادي تخوي الله اعلم اللي عدو الكتاب خرج وليد درويش قال لي تخوي ما عرفتش انا علاش نخوي
ما عرفش علاش حد الخويط البقيعه، هي اللي كرزاق وسيدي ربي وانتوما المسؤولين والمالك سيدنا، الله يحفظكم لينا كل شيء، ديروا محسوبيتنا وشوفونا وطالعوا بينا، اللي مرامي غتشوفوه، اللي ساكن غتشوفوه، واللي بايع داكش غتشوفوه. وطالعوا بينا الله يحفظكم. وطالعوا بينا الله يحفظكم والله يحفظ سيدنا. شحال من سنة وأنت ساكنة هنا في 2008. لا شحال من سنة وأنت ساكنة؟ شحال من عام وأنت ساكنة هنا؟ 14 عام. ودخلين المكانة، مدخلين الضو، مدخلين الماء. سكننا بيد القايد، بيد كل شيء سكننا على يديهم، شرينا خلصنا سكننا بفلوس صحيحه. واليوم قلت خويا ما عرفتش عندي خويا علاش هاي دور دور خويا موينا حقروني انايا، حيت ما عندي ولاد ما عندي كتاف، مره كل شيء اللي حدايا جاوا عورايا وتحقلوا، جاوا معايا وتحقلوا. انا قال لي قلت خويا اللي عدوا الدبزه وعدوا الخرج واللي محقور بحالي غمره، قال لي تخوي رجعتني السيد عراني طالع غدا نتقابل. لا كنتي في غدشي؟ قولها لي قول لهم في غنشي. قول لهم انت سيدي الله يرحم لك الوالدين، إما يدفنوني ويشدوا البقرة. راه لا جات القروة ندخل البقعة المراك، راه ما نخرجش. أي وجهة ما نخرج. واخا يرقبوا عليا ما بقى قد ما فات، راه ما نخرجش. أنا بغيت يدوا شي رقبة عليهم يجوا يرقبوا ليا. على حقاش بعت بها قماتي وبعت بلي قدتي وشريت هذيك البريريكة. ملي سكنت الدركانية مالي الأولاد ومالي داك الشيء صحيح خرجوا. أنايا قالوا لي تخرجوا. كون عندي ما عنديش فين نخرج. والو غا ولدي راه غايب مع الحراقه ما عرفت العهد بيه صافي. ايوا اليوم الله يحفظكم الله ينصركم. المالك موصي على عطيه وديروا للدراويش، هما غا الدراويش الصغارين يحيدوا فيهم، الدراويش الصغارين يقلوا فيهم، العفاريت خرجوا والدراويش الصغارين يقلوا فيهم. وراني غدا طالعه نتقابل. شكرا الله يديرك سوي ديال الخير، نتمنى ان شاء الله يكون خير. كيف كتشوف معايا متبعي قناه سو تي في؟ واحد السيده اخرى تاهي. السلام عليكم لاله. سلام. انا سيدي عطوني نص نمره وعندي اسره من السكن، وعطوني نص نمره وعندي اسره كبيره وعندي بنتي عندها بنيه، ودخلوا معايا جوج اخرين برانيين. انا كنطالب من سيدنا يعطيني حقي، بغيت غير حقي، هادشي اللي بغيت. شحال مدتي ساكنه؟ انا قول من الثمانينات، من الثمانينات انا من الثمانينات من الثمانينات وانا هنايا. دابا عطوك عطوني نص نمرة ودخلوا معايا جوج برانيين، وانا عندي اسرة عندي ولادي كبار. ها برانيين اللي دخلوا ساكنين معاكم ولا لا؟ وحده ساكنه معايا. قلت ماشي مشكل، وجابوا لي وحده اخرى ثاني قال لك دخليها معاك ديها معاك. وتتعرف الدراري عندي الدراري بزاف، وعندي بنتي عندها بنيه عايشه معايا، ما عندي كي غندير ليهم هذا ما ها شنو كنطالب انا. يعطوني غير استفادتي ويحيدوا لي المرا الاخرى اللي دخلوا لي. صافي هادشي اللي كاين. استفادتي صافي ان شاء الله يكون خير. وعاش المالك. تفضل سيدي. السلام عليكم، انا خويا من القاطينين ديال دوار بن سيم اعاده ايواء السكن. حنايا خويا كنطالبوا بحقنا، ما بغاوش يعطوه لينا. حنا انا كاين انا وخويا والوالد، حنا ثلاثه الاسر، وصيفطوا معنا اسره اخرى هي اربعه داروا لنا انديماج. حنا خويا كنطالبوا بحقنا وما كاينينش الحوانت عندنا هنا، عندنا وليداتنا كيقراو كنعانيو. المعاناه اللي كنعانيو هنا سيدي، بعض المرات كتقطع لنا الضو بالليل، بعض المرات كيقطعوا لنا الماء، كيكونوا داك البعاره كيكونوا كيبوعروا كيقطعوا التيوات كيبيعوهم، الله يكون في العون. حنا ما كنلومهمش، كيجيو يشفروا التيوات كيديوهم يبيعوهم، حنا ما كنقدروش نهضروا معاهم، حيت كاينين الشركه دايره السيكيريتي دايره خدمتها. ملي كنقول لهم اجيو صوبوا لنا الماء ما كيبغيش يجيو صوبوا لنا الماء. ساعدت الباشا مصيفطوا سيدنا الله ينصروا الله يطول في عمره باش يدافع على الحق ديالنا، هو كيهضر على الشركه كيدافع على الحقوق ديال الشركه والحقوق ديالنا حنا كمواطنين المغاربه، ما كيدافعش علينا. هادشي راه حشومه وكنعانيو سيدي حنا بزاف د الحوايج هنايا. الله اللي مطالع، انا كابر هنا وجدي كابر هنا، جدي كابر هنا، حنا راه زايدين هنايا زيادة وخلوق هنايا. حنا انا خدام غير كونترا، ما راه كنخدم ما راه كنبرك، كنعاني من الخدمه، كنعاني من بزاف د الحوايج، والحمد لله كنجيبوا حلال لوليداتنا. اللهم لك الحمد، الله ينصر سيدنا، الله يطول لنا في عمره، الله يخليه لينا. هادشي اللي كنطالبوا سيدي حنا من اعاده ايواء السكن زناته، ملي كنمشيو عند الشركه كنبغوا نهضروا على حقنا باش الباشا كيبقى يدافع على الشركه وحنايا الحقوق ديالنا ما كيدافعش عليهم، كيقول لك انت ما عندكش حق، وانا عندي استفاده ديالي. ملي كنمشي عند رجال الدرك الملكي كنبغي شي وثيقه كيقول لي واش عندك استفاده، كنقول له عندي. ملي كنعطيها لي كيصوب لي الوثيقه بانني كيثبت بانني عندي السكنه هنايا، انني ساكن هنا.
ملي كنمشي عندهم هما كيقول لك لا هذاك راه استدعاء عطينا لك باش يبقى عندك. ما عرفناش شنو هو الحل سيدي. هذا خويا ما كنفهمو، كل واحد كيقول لك هضره. امين اخويا، الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم. انا سيدي عندي جوج ولاد، ولد وبنت، وكلها بما حاله. ودابا الدري خدام وكيجي للدار، وليني بركني انا امو. ودابا جابوا لينا السيدعات ديال المحكمه، احنا من 2008 احنا ساكنين، وهاد الناس زعما كاينين فين عندهم مع المقدمين، كندوهم مع القايد، ندوهم معاهم كاملين، كنقولوا لهم حنا الاستفاده ديالنا، كيقول لك سيروا بلاتي سيروا بلاتي. ودابا حتى شي حاجه من ورانا تحولوا، وشرح المشى. ودابا حنا بقينا، جابوا لنا السيدعات من المحكمه ما عطينا فهمنا والو، قالوا لنا افراق ما عطينا فهمنا حتى شي حاجه. حنا غدا ان شاء الله غادي نقدم المحكمه. حكا طلبوا على السكن اولي، ماشي هذا، طلبوا على السكن، ما عندنا فين نمشي وما عندهم فين تلاحوا. عارف السلام خويا، حنا الدوار بن سيما، هاد الناس بغا يشردونا. انا عندي محل السكن، عندي جوج ولاد مزوجين ووالدي، جوج ولاد مزوجين ووالدين، وكيقول لي عندي حانوت، الحانوت كيولاو كيساووني به، عندي بقعة تجارية كيقول لي تنازل عليه إلا بغيتي نعطيوك حتى ولادي، تنازل على البقعة ونعطيوك حتى ولادي. هاد الناس راه بغا يظلمونا بزاف، تعداو علينا بزاف، طلقوهم علينا بحال طلقوا علينا شي أسبوعة، كيجيو فرسوا فينا بلا ما كيعبروا حتى واحد. وعاش الملك.